اهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه النهارده من برنامج الاهلي الليله. وزي ما قلنا لكم النهارده الفقره الحواريه الثانيه مختلفه تماما في التفصيله وفي المعاني وفي الافكار بالنسبه لبرنامج الاهلي الليله. واحنا بنتكلم على المنشات الرياضيه، يمكن الكل دايما بيخش في الاحداث الرياضيه والمباريات والايفنتات اللي ممكن بتتنظم في مصر او الاستعدادات للبطولات الدوليه، لكن ما حدش بيتكلم على المنشات الرياضيه اللي في مصر ازاي بتساعد وبتؤهل البطل او الاتحاد، ازاي بيقدر من خلال هذا المركز الاولمبي او من خلال المنشات الرياضيه في مصر يستفيد منها عشان يحقق انجازات طيبه جدا. وبالتالي احنا عندنا منشاه رياضيه في مصر يعني القينا عليها الضوء كثيرا في فترات سابقه وحضرنا فيها مباريات نهائيات للانديه المصريه، لكن المركز الاولمبي في المعادي تحديدا من المراكز الرياضيه في مصر اللي محتاجه الناس تسمع عنها وتشوف فيها تفاصيل كثيره جدا، لانك قبل اي دوره اولمبيه في اتحادات كثيره بتستعد وبتبقى عايزه تجهز ابطالها بشكل جيد. لما يكون عندك مركز اولمبي في المعادي وفي كل الايفنتات وفي كل المنشات الرياضيه اللي تساعد الالعاب الرياضيه على التالق والتواجد في الاولمبياد بشكل جيد جدا، فبالتالي هذه الفقره مهمه جدا عشان نلقي الضوء على المركز الاولمبي في المعادي. وقبل ما ارحب بضيفي عايز اقول يمكن نقطه مهمه جدا، الاعلام الرياضي كان ليه دور في انشاء المركز الاولمبي في المعادي. مقاله للاستاذ نجيب المستكاوي في فترات سابقه في حقبه الثمانينات او اوائل التسعينات بالكتاب عن مركز اولمبي في المعادي ومنشات رياضيه استشفتها وزاره الشباب والرياضه او المجلس الاعلى للشباب والرياضه في توقيت ما، ثم نفذت هذه الفكره على ارض الواقع. تفاصيل كثيره في هذه الفقره الحواريه هنتكلم اهميه الدور المركز الاولمبي في المعادي، المنشات الرياضيه، التحديث اللي تم خلال الثلاث سنوات السابقه. لذلك انا برحب في هذه الفقره الثانيه بضيفي الاستاذ عاطف حموده المدير التنفيذي للمركز الاولمبي في المعادي. استاذ عاطف برحب بيك في البدايه، فقره حواريه مهمه جدا في الاهلي الليله النهارده. اهلا وسهلا، سعيد ان انا معاكم محمد بيه النهارده في الاهلي الليله ان شاء الله. طيب المركز الاولمبي دوره مهم جدا في صناعه البطل الاولمبي وصناعه البطل الرياضي في مصر. بدات الانترو والحديث عن هذه الفقره بان هذا المركز تم انشئ خصيصا بناء على فكره في مقاله كتبها الاستاذ نجيب المستكاوي في الاهرام في فترات سابقه، وبالتالي المسؤولين والقائمين على العمل في المجلس الاعلى للشباب والرياضه خدوها ونفذوها على ارض الواقع، وفي الاخر شفنا الصرح الرياضي دلوقتي في 2018. بالفعل يا استاذ محمد، ده كانت فكره انشاء المركز الاولمبي زي ما حضرتك اتفضلت وقلت عليها، مقاله من الاستاذ نجيب المستكاوي شيخ النقاد الرياضيين، تحمس ليها القيادات السياسيه والرياضيه في ذلك الوقت في الفتره اللي هي 83، وعليها تم اختيار المكان وتخصيص الارض وشراء الارض من شركه المعادن للتعمير والاسكان وانشاء المنشاه الرياضيه اللي كلنا بنفخر ان احنا بنشتغل فيها اللي هو المركز الاولمبي، وتم افتتاحه سنه 90 بعوده فرقه الكوره من ايطاليا، مكان لتدريب المنتخبات المصريه، اقامه وتدريب ل 14 اتحاد. 14 اتحاد رياضي. بالظبط، فضل يقدم الخدمات دي من سنه 90 لحد ما اعيد تطويره في الفتره الاخيره اللي هي 2014، وتم افتتاحه تجريبي في يناير 16 بعد تحديث كل الملاعب والمنشآت والإقامة بما يتلائم مع العصر اللي احنا موجودين فيه، بما يتلائم مع احتياجات التدريب، روعي فيه كل الأبعاد اللي هي من حيث المقاييس الأولمبية في الملاعب، احتياجات الإعاشة للاعبين، أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة اتعمل حسابهم في المنشآت الرياضية والإقامة. كل دي حضرتك روعي في تطوير المركز الأولمبي اللي تم افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير 2016. طيب وجود حضرتك النهارده معانا مش هنتطرق بس للمركز الاولمبي في المعادي والمنشات الرياضيه، لانك وجودك معانا بالتاكيد كاحد الناس اللي تواجد في المركز الاولمبي من اوائل التسعينات، تدرجت في المركز الاولمبي في سنوات كثيره جدا في مراكز عديده الى ان وصلت في الاخر كمدير تنفيذي لهذا الصرح الرياضي الكبير. لكن محتاجين برضو نتكلم في جزئيه اخرى بخلاف في اعداد المنتخبات واهميه هذا المركز والمنشات الرياضيه، الاستثمار الرياضي. المركز الاولمبي يا محمد بيه لما أنشئ لخدمة المنتخبات القومية، وفضل يؤدي دوره زي ما قلت لحضرتك كمكان لتدريب المنتخبات القومية. في الفترة الأولى اللي هي 90-91 كل الاتحادات كانت غافلة عن المركز الأولمبي، لحد ما طلع قرار إداري بمخالفة إدارية لأي اتحاد يقيم معسكر خارج المركز الأولمبي، وعليها بدأت الاتحادات تعرف طريق المركز الأولمبي، فضل يقدم لهم الخدمات قاصر على المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية. بدأت القيادة الرياضية تدخل فكر ان احنا يبقى فيه عندنا جزء استثماري، نعمل خدمه بيئه، نعمل مدارس العاب،
ندي خدمة لساعات تدريب للأندية والهيئات اللي ملهاش منشآت رياضية أو ما تستوعبهاش ملاعبها. فضل يؤدي الخدمة دي لحد قبل التطوير. بعد التطوير الموضوع اختلف، بقى فيه إقبال كبير من كل الهيئات، الجامعات، المؤسسات، وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات. الجزء ده حضرتك فضل أو أصبح ليه عوائد استثمارية على المكان. زي ما بقول لحضرتك، احنا بنحاول نستغل كل ساعة في كل مكان، في كل قاعة، في كل صالة تدريب. دي ساعات التشغيل بتنعكس علينا كعوائد بإيرادات، الإيرادات بيصرف منها على المركز من الألف إلى الياء. زي ما قلت لحضرتك واحنا في جلستنا مع حضرتك قبل الهوا، ان احنا كمكان بنتبع وزارة الشباب والرياضة، منشآت تم تحديثها، الدولة صرفت من الألف إلى الياء على المنشأة في تطويرها، وحاليا العوائد بتاعته بتصرف عليه. يعني أصبح الجزء الاستثماري حضرتك إحنا بنراعيه كويس، يبقى فيه منه إيرادات يصرف على المكان ويبقى فيه عوائد منها إن شاء الله. طيب لو أبدأ الحديث عن المركز الأولمبي، أولا المركز فيه العديد من الملاعب الرياضية بمختلف الألعاب، أنت بتحتوي على أكثر من حوالي 20 أو 22 لعبة داخل هذا المركز بملاعب بمنشآت. لو هنتكلم تفصيلا بالملاعب بالمنشآت بالإشغالات اللي بتتم على مدار الساعات اليومية في هذا المركز. لو قلت لحضرتك ان ساعات التشغيل انا بدي اولويه للمنتخبات القوميه سواء اسوياء او احتياجات خاصه، اولويه اولى، بعديها للتعاقدات اللي احنا عاقدينها مع الهيئات والمؤسسات في الاولويه الثانيه، وبعدين بيجي حضرتك خطه التشغيل بتاعتنا بيتحط على الخريطه كل ساعات التشغيل. في صالات عندي شغاله من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، زي صاله الهاندبول، زي صاله الجمباز، زي صاله الباسكت، زي صاله الطايره، في ملعب كوره نجيل طبيعي بتتلعب عليه مباريات في دوري القسم الثاني، الدوري الممتاز المصري. عايز اقول لحضرتك ان هو طبعا ليه ساعات تشغيل المفروض احنا ما نتخطاهاش، بنحاول ان احنا نوصل لعدد الساعات دي ونتخطاها، علشان يبقى فيه، مش هنقول فيه اهلاك للارض او للتربه، انما كنوع من انواع ان احنا بنلبي طلبات ورغبات الناس اللي بتسعى انها تعمل الاحداث في المركز الاولمبي. حضرتك ذكرت نقطه مهمه في سياق حديثك، ان المركز الاولمبي كمان معد من ناحيه الملاعب للاسوياء، ويعني ممكن كمان اللجنه البارالمبيه ممكن تستفيد من المركز الاولمبي في المعادي. بالفعل زي ما قلت لحضرتك ان منشات المركز روعي في تطويرها، يتحط كل الابعاد. زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا دور في الفندق خاص بالاحتياجات الخاصه، معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف في الجلسات الاولى للتطوير وهو مع المهندس خالد ادانا حضرتك تعليمات للشركات المنفذه ان نحط دور كامل للاحتياجات الخاصه، يراعى فيه ان اللعيب الاحتياجات الخاصه يتحرك داخل الفندق، داخل صالات التدريب، في الغرفه بتاعته، في الحمام، براحته، بالكرسي بتاعه، المسرح اللي بيكرم فيه او المسرح اللي بياخد فيه ندوه، معمول حساب ان اللعيب الاحتياجات الخاصه يتحرك داخل المسرح بالكرسي. كل ده روعي في تطوير المركز الاولمبي بالملاعب الرياضيه. بالملاعب الرياضيه، صالات التدريب، اللعيب يوصل من الفندق لصاله التدريب على الكرسي بتاعه على حسب نوع العقده. الطريق كمان ممهد. ممهد. الرمبات، الاسانسير، اللي بقول لحضرتك فتحه وحده خلع ملابس روعي فيها ان هو يقدر يفتح هو على كرسيه. فالحمد لله رب العالمين، التطوير لما اتعمل روعي في كل الابعاد الرياضيه، المقاييس الاولمبيه، المقاييس الانسانيه، المستخدمين، نوعيه المستخدمين اذا كانوا مراحل سنيه صغيره كبيره اسوياء احتياجات خاصه، كل ده روعي في تطوير المركز الاولمبي. في التوقيت الحالي في منتخبات او انديه بتعسكر في المركز الاولمبي في التوقيت الحالي؟ محمد بيه، انا عايز اقول لحضرتك انا عندي فندق المركز الاولمبي بيدار من قبل اداره متخصصه. الفندق 150، الفندق داخل المركز، داخل المركز 150 غرفه، في 400 سرير، على مدار الشهر بيبقى في 26 يوم نسبه الاشغال 100%. بالفعل احنا بنلاقي ازمه لما في بعض الاتحادات على ما تخلص موافقاتها وارتباطاتها وتاخد تصديقات على معسكراتها ما لقلهاش مكان. في الوقت الحالي اللي موجود فيه مع حضرتك عندنا فرقه الهاندبول، الفريق الاول
اللي بيستعد لكاس العالم، بيستعد لكاس العالم ان شاء الله، عامل معسكر في المركز الاولمبي. فرقه الهاندبول مواليد 2000 موجوده في المركز الاولمبي. فرقه الاثقال من ساعه التطوير في عناصر اساسيه زي كابتن ايهاب عبد الرحمن وكابتن ساره سمير ومجموعه الابطال بتوع رفع الاثقال مقيمين اقامه دائمه في المركز الاولمبي، اقامه وتدريب في المركز الاولمبي. فرق الجمباز بنين وبنات مقيمه في المركز الاولمبي، بتتمرن في المركز الاولمبي. منتخب الكاراتيه موجود في المركز الاولمبي. منتخب الجودو كان موجود قبل ما يطلع بطوله العالم اللي كان مشارك فيها الاسبوع اللي فات. منتخب التايكوندو كان موجود في المركز الاولمبي. زي ما بقول لحضرتك المركز، فرقه الملاكمه الاسوياء الدرجه الاولى والناشئين اللي هم حاليا موجودين في الاولمبيات اللي في الارجنتين مقيمين في المركز الاولمبي. صناعه البطل عاطف، يعني حضرتك بكلام حضرتك انت اتكلمت في حوالي 10 لعبات في اقل من دقيقه، يعني لو عندك وقت تقدر تقول كمان 20 و22 لعبه، يعني ما فيش اتحاد رايح دوله اولمبيه اللي ما بيصنع البطل من خلال المركز الاولمبي. بالظبط يا استاذ محمد، المركز الاولمبي هو بيت اعداد او المكان اللي بيعد فيه الابطال الرياضيين الاولمبيين. المكان مجهز للاتحادات تستخدمه وتستثمره سواء في تدريب او اقامه او اقامه احداث رياضيه. العديد من الاتحادات بتقيم بطولات سواء محليه او اقليميه او دوليه على ملاعب المركز. بتقام الاسبوع يوم الجمعه اللي فات حضرتك كان عندي البطوله العربيه للرجبي بمشاركه 6 دول عربيه. رغم ان احنا ما عندناش ملعب للرجبي انما استخدمنا ملعب الكره النجيل الطبيعي. اقامه 6 فرق، كل مجموعه الفرق دي من الامارات، من الاردن، من مصر، من السودان، من ليبيا، مجموعه من العراق. دول بالنسبه لنا سفره لبلادهم لما يرجعوا يتكلموا على المنشاه الرياضيه. الكل بيسند بما فيهم رئيس الاتحاد العربي. عايز اقول لحضرتك ان المكان هو بيت اعداد الرياضيين سواء المصريين او العرب او الفرق اللي بتجينا بتعمل معسكرات موسميه داخل المركز الاولمبي. طيب بما ان حضرتك ذكرت يا استاذ عاطف ان اخر 3 سنوات تم تطوير المركز واصبح مختلف تماما عن ما كان موجود في السابق، هل استفدنا بهذا التطوير من خلال حتى استضافه الاتحاد العربي للرجبي وفي بطوله عربيه اقيمت، ممكن في معسكرات لفرق خليجيه، فرق عربيه، فرق اوروبيه جت في المركز خلال السنوات السابقه في العاب مش لازم تكون العاب فرديه حتى لو لعبه جماعيه؟ انا كنت ذكرت لحضرتك البطوله الاخيره بتاعت الرجبي او البطوله العربيه للرجبي. اتحاد الملاكمه على راسه الدكتور عبد العزيز غنيم بيعمل للسنه الثالثه البطوله العربيه للملاكمه بمشاركه 10-12 دوله مقيمه اقامه وتدريب داخل المركز. الفرق العربيه اللي زارت المكان كتير، فرق اماراتيه، الفريق السعودي لرفع الاثقال اللي بيشارك في الدوره الاولمبيه للشباب اللي حاليا في الارجنتين. نعم يا فندم، معسكر في المركز الاولمبي. الفرق العربيه من السعوديه ومن الامارات ومن البحرين اللي من الاردن، الكويت كان فيها فرقه برضو من المنتخب الكويتي للتايكوندو اللي كان رايح البطوله الاسيويه في جاكرتا، كان كله معامل معسكراته داخل المركز الاولمبي في الفتره من شهرين اللي فاتوا. طب ايه المميزات والتسهيلات اللي ممكن يقدمها المركز للفرق العربيه او الفرق الاجنبيه اللي بتحضر في المركز الاولمبي في المعادي؟ الانطباع قبل التسهيل، الانطباع ان الناس كلها بتحاول ان بتعمل معسكر تدريبي في مكان واحد مقفول، ما يتحركش داخل القاهره كتير، ما بيتحركش بمواصلات. الخدمه دي بيوفرها المركز، ان حضرتك بعد الفندق عن صالات الالعاب لا يتخطى ال 30 متر، اللعيب بيتحرك من ريسبشن الفندق لصالات او الملاعب خلال 30 متر على رجليه. يلاقي حضرتك صاله التدريب المتخصصه في نوع اللعبه، قاعه المحاضرات المجهزه ليه باحدث الوسائل العرض لتديله محاضره او تديله المدرب يشرح له برامج اللي عايزه منه في الخطه او في التدريب، الساونا، الجاكوزي، الجيم، جميع احتياجات المدرب بيلاقيها داخل سور المركز الاولمبي. قريه اولمبيه صغيره؟ بالظبط. بنفس المعنى او المضمون اللي بيتقال مثلا بتبقى موجود في اولمبياد. بالظبط. عايز اقول لحضرتك ان الفندق بيوفر كل احتياجات الرياضه، من تغذيه، من سعرات حراريه، من نوعيه الاكل اللي بيقدم. الاكل بيقدم في الثلاث وجبات اوبن بوفيه. واي مدرب او اي مدير فني او مسؤول تغذيه في لعبه بيطلب طلب اداره الفندق بتوفر كلها، بالاضافه للمنشات الرياضيه. اي احتياجات بيحتاجها
عايز جاكوزي، عايز حمام تلج، عايز محاضرات، اللي بيحتاجه بيلاقيه داخل المركز الأولمبي. طيب دايما وانت بتطور اي منشأة رياضية بيبقى السؤال رايح للصيانة، ممكن تطور حاجة يعني رياضية او منشأة رياضية على مستوى عالي جدا الناس تشوفها تنبهر بيها لأول مرة، بيتم استخدام المنشأة الرياضية لفترة طويلة سنة سنتين ثلاثة بدون صيانة، فبالتالي بترجع تاني او ممكن تكون أسوأ مما كانت. الصيانة في المركز الأولمبي بتجد حاجة يعني بتعول عليها بشكل كبير جدا، بتديها مساحة من الوقت. عايز اقول لحضرتك دي تعليمات معالي الوزير الدكتور اشرف من قبل التطوير، ان المركز عشان يفضل يدي خدمه مستمره ما نغفلش عن الصيانه. الحمد لله رب العالمين، وانا قاعد مع حضرتك عقود الصيانه رجعت، في منها جزء اتنفذ، في منها تحت المراجعه الماليه والقانونيه. عندي اداره كامله اسمها اداره الصيانه، الشؤون الهندسيه والصيانه، كل جزء بتمتد اليه الايد الناس بتروح تبص عليه وتبدا تصينه بعد الاستخدام مباشره. مش عايز اقول لحضرتك الدهانات، احنا دهنا المركز بعد التطوير دهناه تاني من الداخل كنوع من انواع الحفاظ على المكتسبات بتاعه التطوير. الحمد لله رب العالمين الجزء ده احنا بنديله اهتمام وبنديله واخد جزء كبير من ايراداتنا علشان نحافظ على المنشاه. طيب واحنا بنتكلم عن ان في فرقه عربيه بتيجي، كنت بتكلم حضرتك قبل الحلقه وبنتناقش في موضوع تطوير المركز الاولمبي واستفاده الناس بالمركز الاولمبي، حضرتك ذكرت لي قلت لي فريق النادي العين متواجد في المركز الاولمبي هنا في مصر وبيستعد لبطولات خلال الفتره القادمه، وكان الفيدباك بالنسبه لهم عن المركز من سنوات سابقه مختلف تماما عن دلوقتي. عايزك تشرح للناس الصوره بقت ازاي، لان المكان ده ممكن يعني يكون استثمار رياضي مهم جدا زي اي استثمار رياضي موجود في مصر في التوقيت الحالي. ده اللي بتسعى له الوزاره وبتساعدنا فيه الادارات المعنيه والادارات المركزيه في الوزاره، وزاره الشباب والرياضه من ساعه ما قلنا نطور لازم يستغل استغلال حسن. كل المنشات الرياضيه، المنشاه كل الصالات والمنشات اللي داخل المركز تم تصويرها وتسويقها واتحطت على مواقع الوزاره ومواقع المركز وبقيت متاحه لاي مستخدم يحجز عن طريق النت. عايز اقول لحضرتك ان فريق العين الاماراتي لما السنه اللي فاتت لما فكر يعمل معسكر، احد المدربين المصريين اللي بيمتاز بعصبيته ومصريته عرض على العين اللي دايما بيعمل معسكراته في اوروبا او في التشيك او في الدول الخارجيه في لعبه جماعيه اعتقد في لعبه في كره الطايره، كره الطايره عرض عليه انه يعمل المعسكر ده في المركز الاولمبي. فالناس قالوا له والله احنا بنحب مصر انما المركز الاولمبي فكرتنا عنه سيئه، فقال لهم احنا عايزين نغير الفكره. المركز اتطور وبقى فيه منشاه تليق بالفرق العربيه والاماراتيه، فايه رايكم نكلم مدير المركز يبعت لنا داتا كده على المركز. فالحمد لله رب العالمين تواصلت معاهم وبعتنا مجموعه من الصور للمنشات اللي هيتمرنوها وهيستخدموها، وقال لهم مع هذا هنعمل معسكر وليكم حريه الاختيار بعد كده. الناس مش عايز اقول لحضرتك قعدوا معانا 15 يوم لاعبين واداريين بيقولوا احنا ما لقيناش افخم من المركز الاولمبي كمكان في كل معسكراتنا اللي عملناها في السنوات السابقه، ما لقيناش. كنا بنتحرك 30 40 كيلو من مكان الاقامه لمكان التمرين، بنعاني في اقامه المباريات بيننا وما بين في فتره الاعداد، بنحتاج محتاجين نعمل لقاءات ومباريات وديه، كل ده احنا لقيناه جوه المركز الاولمبي. ما خرجناش من المركز، بيتمرن، بيخش الفندق، بيتريض، معسكر كامل. معسكر كامل. عايز اقول لحضرتك ان كان في احد الصحفيين الاستاذ كمال عامر كان موجود بيزور المكان في فتره في الفتره اللي كانوا موجودين معاهم، قعد معاهم الاستاذ كمال عامر. الناس طلعوا كل اللي جواهم، حبهم لمصر، مدى نجاح معسكرهم اللي عملوه في المركز الاولمبي. وعليهم الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى عندنا فرقتين من العين الامارات، الطايره والهندبول، حاجه يعني جات لك لعبه ثانيه غير الطايره كمان. الفتره اللي فاتت جانا احتياجات خاصه او زي ما بيسميهم الشيخ محمد بن راشد اصحاب الهمم، عسكروا معانا كانوا مشاركين في البطوله الاسيويه في جاكرتا، جم عسكروا في المركز الاولمبي. رئيس الاتحاد، رئيس البعثه، اول امبارح رئيس الاتحاد العربي الاماراتي مش عايز اقول لحضرتك قال انا فخر ليا ان انا ابقى موجود وبنظم بطوله عربيه جوه المركز الاولمبي. ده شيء يسعدنا استاذ محمد ويسعد كل مصر. اكيد طبعا حاجه بتسعدنا كلنا، لكن في التوقيت الحالي في اولمبيات للشباب بتتعمل او بتتلعب في الارجنتين، حجم او نسبه
الاتحادات الرياضيه اللي سافرت اولمبياد الشباب في الارجنتين وكانت بتستعد من خلال المركز الاولمبي بنسبه 100% ولا بنسبه تقترب من 90 او 100%؟ لا ما نقدرش نقول بنسبه 100% لان في طبعا الخماسي في الفتره الحاليه بيتمرن ليه توفرت له اماكن وملاعب تدريب زي في الاستاد او ميادين رمايه. السباحه برضو ما بتجيش المركز، انما النسبه الغالبه زي ما حضرتك قلت الاثقال رئيس البعثه الدكتور عبد العزيز غنيم هو رئيس البعثه في الارجنتين. الدكتور عبد العزيز غنيم هو رئيس البعثه وهو اتحاد الملاكمه وعنده ابطال ان شاء الله تعالى باذن الله نتمنى لهم التوفيق في الماتشات اللي جايه معاهم بيلعبوا ان شاء الله تعالى على ميداليات. الاثقال الابطال اللي جابوا انجازات، السلاح التايكوندو، كل اللعيبه دي معده داخل المركز الاولمبي. طيب انتقل لنقطه اخرى، يمكن في فتره من الفترات البعض بيربط اسم المركز الاولمبي فباللجنه الاولمبيه. حصل تعديل اداري ممكن كمان يكون جاء بالايجاب على اللجنه على المركز الاولمبي بالتاكيد بشكل ايجابي جدا، سواء في الميزانيات في الامور الماليه في الانشاءات استحدثت بشكل افضل، التسويق والاستثمار الرياضي بالنسبه للمركز الاولمبي، لكن في توقيت ما كان الاشراف من خلال اللجنه الاولمبيه ثم انتقلت الى وزاره الشباب والرياضه. هذا التغيير مدى انعكاسه بالشكل الايجابي على المركز الاولمبي في السنوات الحاليه ووقت اتخاذ هذا القرار واتخذ باي شكل؟ عايز اقول لحضرتك ان المكان اصلا هو منشاه تتبع وزاره الشباب والرياضه بالقرار الجمهوري بانشائه بتملكه للمكان. بنفس الجزئيه دي وزاره الشباب والرياضه الدكتور علي الدكتور رحمه الله عليه عبد الاحد الدكتور عبد الاحد جمال الدين كان رئيس المجلس القومي للرياضه ادى حضرتك اداره المركز للجنه الاولمبيه، كانت اللجنه الاولمبيه هي اللي ليها حق الاشراف والاداره للمركز الاولمبي، فكان بيستغل المكان لإعداد المنتخبات فقط. بدأ في الحقبة الأخيرة قبل التطوير إن ندي خدماتنا أو صلاتنا لبعض الاتحادات والهيئات أو ندخل مدارس ألعاب وأكاديميات. الجزء اللي خده مع الوزير العام فاروق بعودة عندما كان وزيرا للرياضة وزير الشباب والرياضة كان حضرتك وزير الدولة للرياضة في سنة 2012 هو اللي خد القرار بعودة المركز الأولمبي لوزارة الشباب والرياضة، وعليها بقى المكان تابع ماليا وإداريا للوزارة لوزارة الشباب والرياضة، ما بقاش منشأة بس تتبع وزارة الشباب، لا هو هي لها حق المراقبة المالية والإدارية على كل المركز الأولمبي. وتشكلت حضرتك مجموعة من القمم الرياضية أو وكلاء الوزارة اللي تشرف على المركز وتتابعه معانا، واخد بحياتك وتدينا توجهات الوزارة قعد معانا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ومن قبله الباشمهندس خالد في الفكر الاستثماري والفكر اللي يدار به المركز قبل التطوير، وخدوا قرار التطوير مشتركين مع بعض الدكتور اشرف والمهندس خالد، ونفذ التطوير في خلال سنه، والمكان زي ما قلت لحضرتك بيقدم خدماته مش بس في الرياضه محمد بيه، المركز بيقدم خدماته لقطاع كبير من الشباب اللي تابع للادارات المركزيه للشباب سواء طلايع ولا الادارات المركزيه في وزاره الشباب والرياضه بيتثقفوا فيه وبيعدوا فيه. المكان بيتعمل فيه ندوات يا استاذ، بيتعمل فيه ندوات. انا شفت في مره ندوه للدكتور اشرف صبحي لا قبل ما يكون وزيرا للشباب والرياضه كان بيدي ندوات تثقيفيه او محاضرات اعتقد ليها علاقه كمان بالتسويق الرياضي التسويق الرياضي يعني في كمان محاضرات وفي قاعات مجهزه داخل المركز الاولمبي. زي ما قلت لحضرتك قلنا في منشات رياضيه داخل المركز، في قاعات تدريب بيعد فيها بنسميها ورش عمل، في قاعات محاضرات، في مسرح مركزي تؤدى عليه مسرحيات، كان مسرحيات بتعد عليه بتقام عليه احتفالات لجامعات ومدارس لقمم ثقافيه. اول امبارح كانت محافظه القاهره بتنظم احتفاليه بمناسبه حرب اكتوبر، احتفال باكتوبر، كتير من الشباب المصري اللي ما عاصرش اكتوبر اللي مضى عليها اكثر من 46 سنه 45 سنه بالظبط. محافظه القاهره كانت مستضيفه اللي هو سمير فرج محافظ الاقصر السابق يدي ندوه تثقيفيه. نعم يا فندم، يدي ندوه تثقيفيه لشباب الجيل الحالي
من سكان المعادي والبساتين ودار السلام المنتمين للقطعه دي، للوفود الشبابيه اللي جابها وزاره الشباب والرياضه من ابناء القبائل الحدوديه اللي هي حلايب وشلاتين، حلايب وشلاتين والوادي الجديد وشرم وشمال وجنوب سيناء والسلوم. وزاره الشباب والرياضه زي ما قلت لحضرتك الجانب ده مهتمش بس بالرياضه، مهتمه بالجانب التثقيفي للشباب، بتوعيهم وبتجيبهم المركز الاولمبي، بتعمل لهم محاضرات تثقيفيه وانتماء للمكان وزياره للمنشات الصحيه اللي هم نقول جزء كبير منهم ما شافهاش وما مرش بيها. طيب انا استاذن حضرتك واحنا بنتكلم كمان عن الزيارات اللي كانت في المركز الاولمبي والدور التثقيفي والدور التسويقي اللي ممكن يتعمل في المركز الاولمبي. واحنا النهارده كان عندنا حدث مهم جدا في النادي الاهلي، زياره وفد من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ووفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكان على راس المستقبلي هذا الوفد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي. نخرج لهذا التقرير في تفاصيل كثيره في هذه الزياره ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. اهلا بحضراتكم من جديد، وتقرير في غايته الاهميه، يعني هذا التقرير فيه تفاصيل كثيره جدا ممكن تقال وحلقات كثيره جدا ممكن نتكلم فيها في هذه الزيارة الهامة للاتحاد الدولي ووفد الاتحاد الدولي ووفد الاتحاد الافريقي. لكن ايضا في هذه اللحظات بعد هذا التقرير معنا تليفون مهم جدا، يعني اسمح لي اطير الى الارجنتين، ان معنا تليفون مهم جدا مع المهندس شريف العريان سكرتير العام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اللجنة الفنية في اللجنة الأولمبية المصرية وأيضا رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والذي حقق ميداليات متميزة جدا في أولمبيات الشباب في الأرجنتين. مهندس شريف أولا برحب بيك ومساء الخير عليك هنا من قناة النادي الأهلي. اهلا وسهلا بيكم والف الف مبروك لمصر كلها. اولا برحب بيك، ومعايا في هذه اللحظات ايضا الاستاذ عاطف حمود المدير التنفيذي للمركز الاولمبي بالمعادي بيرحب بحضرتك. اهلا استاذ عاطف، اهلا بيك. اهلا بيك يا شريف، مبروك يا باشمهندس، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. انجازات متميزه، لكن في هذه اللحظات في العديد من الميداليات ممكن نسمعها لحضرتك على الهواء ننفرد بيها وكل الشعب المصري يسمع الانجازات الطيبه من حضرتك. احنا لسه من خمس دقائق مخلصين منافسات الكاراتيه، بطلتنا ياسمين الجويلي احرزت الذهبيه وفازت على بطله اليابان في النهائي وحرزت لنا الذهب، وعندنا كمان احمد الشهير بجودزيلا وزن 91 في الملاكمه فاز ايضا واحرز ميداليه برونزيه، فالنهارده في ذهبيه وبرونزيه وفاضل ماتش بالليل لسه ملاكمه كمان على الثالث والرابع، يمكن ربنا يكرمنا بميداليه برونزيه اخرى. عدد الميداليات حتى هذه اللحظه طبعا المهندس شريف يعني وصلنا اعتقد ل 11 او 12 ميداليه، لا 16 او 16، 11 ميداليه رسميه، 11 ميداليه رسميه 11. النهارده منافسات الفرديه لان هي دي اللي بتتحسب في جدول الميداليات. مصر طلعت دلوقتي بالميداليتين دول للمركز 1019 في جدول الميداليات من 207 دوله، 207 دوله في حاجه و90 دوله. انا معايا اثنين دلوقتي، خدوها بس الاول باركلها وبعدين ارجع لكم تاني. طيب ألف مليون مبروك. الله يبارك حضرتك. أولاً عايز أعرف انطباعك وإحساسك دلوقتي وأنت فايزة بميدالية أولمبية في أولمبيات الشباب، إحساسك إيه؟ وهل كنت تتوقعي الفوز بميدالية؟ أنا كنت متوقعة كده لأن أنا تعبت جداً والحمد لله يعني ربنا كرمني بيها وده كان حلمي وأنا سعيدة جداً بالإنجاز اللي أنا عملته ده والله. المنافسات شايفاها إزاي والميدالية في حد ذاتها كمان بتلعبي مع منافسة قوية جداً كمان؟ طبعا كانت المنافسات قويه جدا والحمد لله عملت اللي عليا وربنا كرمني يعني الحمد لله. كنت متوقعه ميداليه؟ كنت متوقعه ان انا انافس على ميداليه بس الحمد لله يعني ربنا كرمني يعني. المركز الاولمبي بالتاكيد كان ليه دور ايضا معاكم كصناعه البطل في اولمبيات الشباب اكيد. اكيد اكيد. تدريباتكم وكل استعدادكم كان من خلال المركز الاولمبي. بالتوفيق دايما يا رب. طب ارجع تاني اكلم مهندس شريف. طيب ان شاء الله ان شاء الله. طيب مهندس شريف الو يا باشمهندس، مبروك وبجد انجازات طيبه جدا، لكن كرئيس اللجنه الفنيه يعني عايز اعرف تعليقك على انجازات الاتحادات المصريه في اولمبيات الشباب في الارجنتين. الاول بس التعديل، انا مش رئيس اللجنه الفنيه في اللجنه الاولمبيه، انا امين عام اللجنه، امين سكرتير عام اللجنه بالظبط. انما الانجازات السنه دي انجازات رائعه رائعه، احنا تاهلنا ب 23 لعبه ب 68 لاعب ولاعيبه، الحقيقه متصرفين هنا مفيش حد فيهم اثر، النتائج متميزه جدا جدا جدا، احنا حطمنا الارقام الماضيه بتاعه اولمبياد نانجينج 2014 واولمبياد سنغافوره 2010، وده دليل كبير ان مصر ماشيه للامام
وبمزيد من النجاحات ان شاء الله، وباذن الله طوكيو يبقى في توفيق ان شاء الله، ونقدر كمان نحقق اكثر من 3 ميداليات للجون في ريو دي جانيرو. اخر حاجه باشمهندس شريف، ايضا اتحاد الخماسي الحديث كان ليه نصيب الاسد من الميداليات اللي اتحققت في الارجنتين. اتحاد الخماسي الحديث حقيقه يعني انجاز ما بعده انجاز، حقق العلامه الكامله. يعني احنا جبنا ذهبيه لفرد الرجال وذهبيه لفرد السيدات، وذهبيه كمان المختلط احمد والبنت حاطين جابوا ذهبيه المختلط، وسلمى مع الواد بتاع الارجنتين اللي هو تصنيف واطي جدا الحقيقه، انما قدرت ترفعه لفوق وتحقق بيه فضيه في الزوج المختلط. فالحمد لله الخماسي كان موفق الى اقصى درجه، والحمد لله ان احنا ساهمنا ان احنا نرفع مصر للمركز ال 19 على 3. مهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحاد، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب، وترجعوا من الارجنتين بقى بالعديد والعديد من الميداليات عشان تكون نواه جيده يا رب باذن الله لاولمبياد طوكيو 2020. شكرا جزيلا يا باشمهندس. استاذ عاطف، يعني انجازات طيبه جدا، احنا بنتكلم في المركز الاولمبي والاستعداد وصناعه البطل، انجازات طيبه جدا وابطال في الارجنتين هناك بيحققوا ميداليات ذهبيه وبرونزيه وفضيه. ده شيء اسعدنا بالفعل يا استاذ محمد، الابطال اللي جابوا الانجاز ده اللي حطوا مصر في الترتيب ال 19 بعدد الميداليات اللي حققوها، هم دول النواه اللي من ان شاء الله تعالى مصر هتشارك بيها في 2020 في طوكيو، بالاضافه للعديد من الابطال التانيين اللي حاليا بيعدوا بجهازهم للحدث ان شاء الله تعالى. شوف احنا بنتكلم على انجازات وصناعه البطل، ومعانا نجمه حققت الميداليه الذهبيه في لعبه الكاراتيه وفازت على اليابانيه في المباراه النهائيه. سلمى. يعني سلمى بتتكلم على انجاز جيد جدا، وقالت انا كنت بتدرب في المركز الاولمبي. الاستاذ محمد الخسراوي رئيس الاتحاد، عايز اقول لحضرتك ان هو زارنا، وفرنا له مكان تدريب، جاب كل الفرق لكل المراحل السنيه. الدوله ما بخلتش على اي اتحاد باي طلبات اقامه تدريب لكل العناصر الجيده. الباشمهندس الشريف هو على راس لجنه تم انتقاء الابطال دول عشان مصر ما تبقاش بس مشاركه زي ما بيقولوا زمان التمثيل المشرف. لا احنا بنسافر بابطال بيجيبوا ميداليات ويعملوا انجاز يحسب في ترتيب التصنيف الدولي، وعليها الابطال دول زي ما قلت لحضرتك ان هم حاليا هم في المصاف في التصنيف الدولي، وعليه يبدا يعد ويجهز ان شاء الله تعالى ل 2020 في طوكيو. طيب استاذ عاطف حموده، عندي استفسارات كتير واسئله كتير، لكن انا شايف مع حضرتك ورق عندك فيها اهم الايفنتات والاحداث الرياضيه اللي اتنظمت في المركز الاولمبي، الهيئات الرياضيه اللي بتخدمها او المركز الاولمبي بيساعدها في التدريبات، المدارس والالعاب بالتاكيد. المركز يا محمد بيه من ساعه ما تم تطويره فتحناه من زي ما قلت لحضرتك في يناير 16 لحد النهارده، مر عليه العديد من الاحداث الهامه، منها المؤتمر الاول للسياحه الرياضيه، مؤتمر الشباب الدولي لمواجهه الارهاب، مسابقات فنيه وثقافيه اللي بيسموها ابداع 4 و5، وداخلين ان شاء الله على المراحل اللي احنا فيها ابداع 7، معسكر تدريبي للمؤهل لكاس العالم في الطايره في الهاندبول. الاحداث دي كلها مرت علينا من البطولات العربيه في الملاكمه، استعدادات منتخب التايكوندو للدوره الاولمبيه كانت كل حضرتك الاحداث اللي مرت علينا، احتفاليات واللي بتنظمها السفارات الاجنبيه اللي في مصر زي دوله الكاميرون او الهيئات الخاصه او الجامعات الخاصه او المدارس الاجنبيه المقيمه زي المدرسه الامريكيه وحياه، كل دي حضرتك المشاهده الجماعيه اللي كان الدوله بتوفرها للوقوف ورا الارتباطات الدوليه اللي في مصر فيها سواء انديه او منتخبات، كل ده كان المركز بيوفر خدمه لكل الاحداث دي. منشات المركز زي ما بقول لحضرتك ما بتستغلش بس لخدمه الرياضه، خدمه مجتمعيه، فاتحين ملاعبنا في الاوقات اللي ما بتاثرش على تدريب المنتخبات للعديد من المدارس، العديد من المدارس في الالعاب زي الكوره زي الجمباز زي العاب الدفاع عن النفس، التايكوندو، الكاراتيه، الكونغ فو، الجودو، امور كثيره جدا. طيب سؤال اخير استاذ عاطف، انا بختم معاك حواري،
المنشطات ده محتاج ملف ومحتاج حلقات كتيرة جدا، لكن في إيجاز سريع بما إن الفندق موجود داخل المركز الأولمبي وبالتأكيد بيأهل وبيجهز الوجبات الغذائية، في إيجاز سريع المنشطات عاملة مشكلة بالتأكيد للألعاب الرياضية والرياضيين، لكن إزاي بقى المركز بيتغلب على الجزئية دي في مسألة اللحوم والتغذية بالنسبة للاعيبة؟ من لحظة التطوير من ساعة الافتتاح المنظمة المصرية للمنشطات لفتت نظر وزارة الشباب والرياضة إن في اللحوم المستوردة بيبقى فيها عنصر بيطلع إيجابي مع اللاعبين، وبالتالي اللاعب أو البطل اللي بيصرف عليه ملايين بيعد سهل جدا إن المنظمة أو اللجنة من الوادة تبدأ تاخد له عينة ويطلع حالتك العينة إيجابية. من اللحظة دي تم الاتفاق إن وزارة الشباب تتحمل البروتينات الحيوانية المش مجمدة الفريش الطبيعي في وجبات اللاعبين سواء لعيبة أو شباب مش ممارس للرياضة. بالظبط. الحمد لله رب العالمين تغلبنا على الجزئية دي، والمركز بيوفر للرياضيين التدريب والإقامة الجيدة لإعداد أبطال أولمبيين إن شاء الله. أستاذ عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، في تفاصيل كثيرة لكن بالتأكيد كان مفيد جدا للمشاهد وأيضا للرياضيين بيشوفوا أهمية المركز الأولمبي داخل مصر. أنا بشكرك محمد بيه وقناتكم المتميزة على استضافتي معكم النهاردة لإلقاء الضوء على المركز الأولمبي، وأتمنى أن أكون وفقت مع حضرتك أكيد في طبعا. إبراز دور المركز في الخدمة المجتمعية والخدمة للمنتخبات اللي بيقدمها. شكرا جزيلا. فقرة مهمة جدا مع الأستاذ عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبي ودور هذا المركز سواء على مستوى الإنشاءات الرياضية وخدمة الاتحادات الرياضية وصناعة البطل الأولمبي، وبالتأكيد خلال الفترة القادمة ننتظر المزيد والمزيد، ثم ملف الاستثمار من خلال هذا المركز اللي بالتبعية من خلال وزارة الشباب والرياضة ليها دور كبير جدا مع المركز الأولمبي في العديد من الملفات الرياضية داخل مصر، وبالتأكيد الفترة القادمة بإذن الله ننتظر المزيد والمزيد من النجاحات عشان أولمبياد طوكيو 2020 نعود بكثير من الميداليات من خلال صناعة البطل داخل المركز الأولمبي. شكرا يعني استاذ عاطف على هذا الحوار، وبالتاكيد الفقره القادمه فقره استثنائيه مهمه جدا ايضا كمان مع الكابتن خالد العوضي، عنده ضيوف مهمين حققوا انجازات عديده خلال الفتره الماضيه، وبالتاكيد خلال الفتره القادمه عنده ملفات كثيره جدا في فقره الالعاب الاخرى. نخرج الى فاصل ثم الكابتن خالد العوضي ومسك الختام مع الاهلي الليله مع الكابتن خالد العوضي.